بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سنقدم اليوم المحاضرة الخامسة لمادة الكيمياء الحيوية، والتي سنتطرق من خلالها إلى الجزيئة الحيوية الثالثة وهي البروتين، بعد أن تكلمنا في المحاضرات السابقة على الكربوهيدرات والليبيدز. بدأ وضعت لكم روابط المحاضرات الفيديوية السابقة والمنشورة على قناة التعليم الإلكتروني للجامعة التكنولوجية. محاضرة رقم 1 اللي هي تتكلم عن الخلية ومكوناتها، والمحاضرة رقم 2 اللي تكلمنا فيها عن الكربوهيدرات، وبالذات خصصناها على المونوسكرايد السكريات الأحادية. المحاضرة رقم 3 كانت مكملة لمحاضرة رقم 2 اللي تكلمنا فيها عن الكربوهيدرات وأنواعها اللي هي الدايسكرايد السكريات الثنائية والأوليغوسكرايد السكريات قليلة الوحدات والبوليسكرايد السكريات المتعددة. أما المحاضرة الرابعة فكانت حول موضوع الليبيدز أو الدهون. بروتينز، البروتينات هي لارج بايو موليكيولز، جزيئات حيوية كبيرة. تتكون هذه الجزيئات الحيوية من واحدة أو أكثر من سلاسل طويلة مكونة من أمينو أسيد ريزيديوز، ثمالات الأحماض الأمينية، وهذه السلاسل تسمى بالبولي بيبتايدز، الببتيدات المتعددة. الشورت بولي بيبتايدز، الببتيدات المتعددة القصيرة، تحتوي على أقل من 20 إلى 30 حامض أميني، وتسمى في هذه الحالة بيبتايدز أو أوليغو بيبتايدز. البروتين هو عبارة عن بوليمر، وحدة البناء الرئيسية إليه هو جزيئات الأحماض الأمينية اللي ترتبط مع بعضها بأواصر تسمى البيبتايد بوند، الأواصر البيبتيدية. الحامض الأميني هو مركب عضوي يحتوي على مجموعة أمين NH2 ومجموعة كربوكسيل COOH والسايد تشين أو السلسلة الجانبية اللي نطلق عليها الR group، وهاي الR group راح تكون specific to each amino acid، يعني خاصة بكل حامض أميني، وهاي اللي تعطي لكل حامض أميني الصفات الفريدة الخاصة به. مثل ما نلاحظ هنا هذا structure بسيط للحامض الأميني، يتكون مثل ما تكلمنا من مجموعة أمين NH2 ومجموعة كربوكسيل COOH ومجموعة R أو نطلق عليها السايد تشين. الأعصر البيبتيدية اللي تربط الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين تتكون نتيجة تفاعل مجموعة الكربوكسيل للحامض الأمين الأول مع مجموعة الأمين للحامض الأمين الثاني. نتيجة هذا التفاعل بين هذه المجاميع سيؤدي إلى تكون أعصرة بيبتيدية وفقدان جزيئة ماء. نهاية البروتين الحاوية على مجموعة الأمين يطلق عليها الـ N-terminus أو الأمينو terminus، النهاية الأمينية، بينما نهاية البروتين الحاوية على الكربوكسيل جروب يطلق عليها السي تيرمينس أو كربوكسيل تيرمينس، النهاية الكربوكسيلية. ودائما السيكونس أوف بروتين، تسلسل البروتين يقرأ من النهاية الأمينية إلى النهاية الكربوكسيلية ومن اليسار إلى اليمين. تلاحظون هنا من خلال هذا الشكل هو كيفية تكون البيبتايد بوند بين الأحماض الأمينية المختلفة. فمثل ما تكلمنا قبل شوية أن الأعصر البيبتيدية تتكون نتيجة تفاعل مجموعة الكربوكسيل اللي هي هاي للحامض الأميني رقم 1 مع مجموعة الأمين للحامض الأميني رقم 2. نتيجة هذا التفاعل ستفقد هذه الجزيئتين المرتبطة جزيئة ماء. مجموعة الكربوكسيل تفقد OH ومجموعة الأمين هنا تفقد H وتطرح بهيئة
جزيئات مع، وهذه تكون عندي بيبتايد بوند تربط الأحماض الأمينية مع بعضها. هذه الأحماض الأمينية اللي ارتبطت مع بعضها يطلق عليها أمينو أسيد ريزيديو، ثمانات الأحماض الأمينية. ليش نسميها ريزيديو؟ لأن هذه الأحماض الأمينية فقدت جزء من تركيبها، مثل ما تكلمنا أنه الحامض الأميني الأول فقد OH والحامض الأميني الثاني فقد H، فنسميها أمينو أسيد ريزيديو، ثمانة الحامض الأميني. ومثل ما تكلمنا دائما البروتين نقرأ من اليسار إلى اليمين، ودائما عندي النهاية عند اليسار تبدأ بشنو؟ بالN terminus نهاية أمينية، وعند اليمين نهاية البروتين تنتهي بالكربوكسيل واللي نطلق عليها C terminus. Classification of amino acids، تصنيف الأحماض الأمينية. سنقسم الأحماض الأمينية إلى أربعة مجاميع رئيسية اعتمادا على قطبية الحامض الأميني البولاريتي وقابليته على تكوين أواصر مع الماء. مجموعة رقم واحد اللي هي non-polar amino acids، الأحماض الأمينية غير القطبية. هذه الأحماض ستحتوي على أعداد متساوية من مجاميع الأمين والكربوكسيل، ولذلك ستكون نيوترال متعادلة. تميل هذه الأحماض الأمينية أن تكون هيدروفوبيك كارهة للماء، وأيضا مجاميع R ستكون غير مشحونة no charge. من الأمثلة على هذا النوع من الأحماض الأمينية الألينين، الفالين، ليوسين، أيزوليوسين، الفينيل ألينين، الجلايسين، وتريبتوفان، والميثيونين، وآخر شيء البرولين. نلاحظ هنا من خلال هذا الستركتشر للألينين، مثل ما تكلمنا سابقا أنه الحامض الأميني يتكون من مجموعة أمين ومجموعة كاربوكسيل ومجموعة R اللي هي تكون مميزة لكل حامض أميني، واللي تعطي للحامض الأميني الصفات اللي خاصة به. فإحنا بالوسط المائي أو بالجسم هذه المجاميع تتأين، هذه المجاميع اللي هي مجاميع الأمين والكربوكسيل تتأين فتتحول إلى C-O تحمل شحنة سالبة، والأمين NH3 تحمل شحنة موجبة، فهذه الشحنة الموجبة تعادل هذه الشحنة السالبة، فلذلك يكون هذا الحامض الأميني متعادل. وهنا عندنا مجموعة الR غير حاملة لأي شحنة. 2 polar amino acids with no charge، الأحماض الأمينية القطبية غير المشحونة. قطبية لأن لها القابلية على تكوين أواصر مع الماء والتفاعل معه. غير مشحونة بسبب أنه مجاميع R لا تحمل أي شحنة. من الأمثلة على هذا النوع من الأحماض الأمينية السيرين، ثريونين، تيروسين، سيستين، جلوتامين، وأخيرا الأسبراجين. نلاحظ هنا من خلال التركيب الكيميائي للسيرين أنه هذا الحامض الأميني يتكون من مجموعة R، هذه المجموعة غير حاملة لأي شحنة، وبنفس الوقت نلاحظ هنا أنه هذه المجموعة تحتوي على OH، وهذا OH إلى القابلية على التفاعل وتكوين أواصر مع الماء، ولذلك يكون هذا الحامض الأميني قطبي وبنفس الوقت لا يحمل أي شحنة. طبعا جميع التراكيب الكيميائية للأحماض الأمينية غير مطالبين بحفظها. 3 البولر أمينو أسيدز with positive charge، الأحماض الأمينية القطبية
اللي تحتوي على شحنة موجبة قطبية مثل ما تكلمنا، لأن لها القابلية على التفاعل مع الماء وتكوين أواصر معه. Positive charge بسبب احتوائها على مجاميع أمين أكثر من مجاميع الكربوكسيل، ولذلك ستكون هذه الأحماض الأمينية بيسك قاعدية، وأيضا ستحتوي على شحنة موجبة بسبب أن مجاميع الأمين حاملة لشحنة موجبة. من الأمثلة على هذا النوع من الأحماض الأمينية اللايسين، الأرجينين والهستيدين. تلاحظون هنا من خلال التركيب الكيميائي لللايسين، هذا السي ترتبط ب NH3 بوزيتيف و COO نيجاتيف. هذه الشحنة ستعادل هذه الشحنة، حد هنا النيت تشارج زيرو. هذه مجموعة الار ستحتوي على مجموعة امين، هذه مجموعة الامين حاملة لشحنة موجبة، مما يؤدي الى انه هذا الحامض الاميني محصلة الشحنات به ستكون موجبة، ولذلك يطلق عليها بالبوزيتيف تشارج امينو اسيد. أربعة، بولر امينو اسيد وذ نيجاتيف تشارج، الاحماض الامينية القطبية الحاملة لشحنة سالبة. هذا النوع من الاحماض الامينية سيحتوي على مجاميع كربوكسيل اكثر من مجاميع الامين، ولذلك ستميل هذه الاحماض الامينية الى ان تكون اسيدك امينو اسيد، اي احماض امينية حامضية، وستكون محصلة الشحنات في هذه الاحماض الامينية سالبة بسبب وجود مجاميع اضافية من الكربوكسيل. من الأمثلة على هذا النوع من الأحماض الأمينية الاسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد. نلاحظ هنا من خلال التركيب الكيميائي للاسبارتيك أسيد أنه هذه السي ترتبط بها NH3 بوزيتيف والسي دبل أو نيجاتيف، إلى هنا النيت تشارج زيرو بسبب أنه الشحنة الموجبة للأمين تعادل الشحنة السالبة للكربوكسيل. هنا R group ستحتوي على مجموعة كربوكسيل إضافية، وهذه مجموعة الكربوكسيل ستحمل شحنة سالبة، مما يؤدي إلى أن محصلة الشحنات لهذه الأحماض الأمينية ستكون سالبة. الزوتر آيونز عند قيم الـ pH المتعادلة والمتوسطة ستميل مجاميع الكربوكسيل لتحرير ذرة هيدروجين لتصبح النيجاتيف كربوكسيليت، أما مجاميع الأمين فتميل لاكتساب ذرة هيدروجين لتصبح بوزيتيف أمونيوم. بين قيم pH 2.2 و 9.4 سيحتوي الحامض الأميني على النيجاتيف كربوكسيليت والبوزيتيف أمونيوم جروب في نفس الوقت، ولذلك سيكون محصلة الشحنات زيرو تشارج. هذه الحالة الجزيئية للحامض الأميني اللي قيمة الشحنات فيها صفر يطلق عليها الزوتر آيون. قيم البي اتش اللي يكون عندها الحامض الأميني بهيئة الزوتر آيون يطلق عليها الايزو الكتريك بوينت، نقطة التعادل الكهربائي. نلاحظ هنا من خلال الشكل 5-7، واحد حامض أميني غير متأين أي لا يحمل شحنات، واثنين حامض أميني متأين. نلاحظ هنا مجاميع الأمين اكتسبت ذرة هيدروجين فتحولت شحنتها إلى موجبة، أما مجاميع الكربوكسيل ففقدت هيدروجين واكتسبت شحنة سالبة. هنا محصلة الشحنات لهذا الحامض الأميني تكون صفر، وهذه الحالة يطلق عليها الزوتر آيون. Levels of protein structure، مستويات تركيب البروتين،
يوجد للبروتين أربع مستويات. المستوى الأول اللي هو primary structure، التركيب الأول للبروتين اللي يدل على sequence of amino acids، تسلسل الأحماض الأمينية الداخلة في تكوين سلسلة البوليبيبتايد المكونة للبروتين. اثنين السكندري ستراكشر، التركيب الثانوي للبروتين. هذا التركيب أما يكون بهيئة ألفا هيليكس أو بيتا ستراند أو بيتا شيت. يتكون هذا التركيب نتيجة تكون أواصر هيدروجينية بين المجاميع الموجودة في سلسلة البوليبيبتايد المكونة للبروتين. ثلاثة التيرشيري ستراكشر، التركيب الثالثي للبروتين. الألفا هيليكس والبيتا شيت ستعاني فولدينج، يعني يصير بها طيات وتتحول إلى كومباكت جلوبولر ستراكشر، تركيب كروي مدمج اللي يؤدي إلى عملية الفولدينج، هو النون سبيسيفيك هيدروفوبيك انتركشنز والهيدروجين بونز والداي سالفايت بونز. أربعة كواترنري ستراكشر، التركيب الرابع للبروتين. يتكون هذا التركيب نتيجة تجمع اثنين أو أكثر من سلاسل البوليبيبتايد. هذا التجمع يحدث نتيجة أواصر هي نفسها اللي موجودة بالتركيب الثالثي اللي هي نون كوفالنت انتركشنز وداي سالفيت بونز. الشكل 5-8 يوضح الليفل اوف بروتين ستراكشر، مستويات تركيب البروتين. فبالبرايمري ستراكشر هو عبارة عن السيكونس اوف امينو اسيدز، تسلسل الاحماض الامينية في سلسلة البوليبيبتايد، وهذا التسلسل ثابت للبروتين، واي تغير في هذا السيكونس يؤدي الى تغيير طبيعة البروتين وممكن يؤدي الى فقدان البروتين لوظيفته الرئيسية. هذه السلسلة ستتكون بين المجاميع الداخلة في تكوينها أواصر هيدروجينية وتتحول إلى تركيب آخر يطلق عليه السكندري ستراكتشر، التركيب الثانوي. والتركيب الثانوي أما يكون بهيئة حلزون، ولذلك نسميه ألفا هيليكس، أو بهيئة ورقة ولذلك نسميه البيتا شيت. هذا التركيب الثانوي سيعاني من فولدينج طيات ويتحول إلى تركيب آخر يطلق عليه التيرشيري ستراكشر، التركيب الثالثي للبروتين. أما التركيب الرابع للبروتين فيوجد في البروتينات اللي تتكون من أكثر من سبيونت وحدة، فناتج من ارتباط أكثر من سبيونت، اثنين أو أكثر من سلاسل البوليبيبتايد ترتبط مع بعضها. هذا التركيب المتكون من ارتباط أكثر من اثنين من السبيونت يطلق عليه بالتركيب الرابع للبروتين. Medical and Biological Importance of Proteins، الأهمية الطبية والبيولوجية للبروتينات. واحد، تشترك البروتينات في نقل بعض المواد داخل الجسم، كمثال بروتين الهيموغلوبين الداخل في تركيب كرية الدم الحمراء اللي يقوم بنقل الأكسجين داخل الجسم. اثنين، الإنزيمات اللي تحفز التفاعلات الكيميائية داخل الجسم تعتبر مواد بروتينية. ثلاثة، تشترك البروتينات في عملية الدفاع ضد الإصابة بالبكتيريا والفيروسات داخل الجسم. من الأمثلة على هذا النوع من البروتينات هو الميونوغلوبولينز، الجلوبولينات المناعية الداخلة في تركيب الأجسام المضادة الأنتيبوديز. أربعة، بعض الهرمونات هي عبارة عن مركبات بروتينية وتشترك هذه في السيطرة على بعض الأحداث الكيموحيوية داخل الجسم. ومن الأمثلة على هذه الهرمونات اللي هي تتكون من بروتينات هرمون الإنسولين. خمسة، تساهم البروتينات في تقلص العضلات مثل البروتينات العضلية الأكتين والمايوسين.
ستة تشترك البروتينات في الجين اكسبريشن التعبير الجيني مثل بروتين الهستون والمتواجد في كروموسومات الخلايا الحقيقية النواة فقط. سبعة بروتين سيرف از نيوترينتس تعمل كمواد مغذية مثل بروتين الكازاين المتواجد في الحليب. ثمانية تعمل كبفرات مثل بلازما بروتين بروتينات المتواجدة في بلازما الدم. تسعة بعض أنواع البروتينات تعتبر كإنفكتيف إيجنتس عوامل معدية مثل البرايونز اللي يسبب جنون البقر. عشرة سام توكسين آر بروتينز بعض أنواع السموم تعتبر بروتينات مثل الانتيروتوكسين السم المعوي لبكتيريا الكوليرا. 11 بعض أنواع البروتينات تعطي السترينث والإلاستيسيتي تعطي قوة ومرونة لتركيب الأورغان الأعضاء والباسكولار سيستم النظام الوعائي. من الأمثلة على هذه البروتينات هي بروتين الكولاجين والإلاستين في العظم والأربطة. 12 بعض أنواع البروتينات تدخل في تركيب الأنسجة مثل الألفا كيراتين اللي يدخل في تركيب الشعر والبشرة.